اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده وبرنامجكم مواقف مع المسيح وزي ما اتعودنا احنا بنقدم ملخص في بدايه الحلقه والنهارده الحلقه الخامسه في موقف الرب يسوع مع المراه التي امسكت في ذات الفعل وهنسمع مع بعض الشاهد الكتابي في يوحنا لكن قبل ما نسمع الشاهد هنرحب بضيفنا اللي احنا مستمتعين جدا جدا. بالبرنامج ده معاه وان هو بينور قدامنا مفاهيم كثيره جدا اهلا بيك يا يوسف منورنا شكرا يا أمل شكرا طيب تعالوا نسمع مع بعض الشاهد الكتابي من يوحنا يوحنا 8 من عدد واحد لعدد 11 واما يسوع فمضى الى جبل الزيتون ثم حضر ايضا الى الهيكل في الصبح وجاء اليه جميع الشعب فجلس يعلمهم وقدم إليه الكتب والفريسيين امرأة أمسكت في ذنا ولما أقاموها في الوسط قالوا له يا معلم هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بأصبعه على الأرض ولما استمروا يسالونه انتصب وقال لهم من كان منكم بلا خطيه فليرميها اولا بحجر ثم انحنى ايضا الى اسفل وكان يكتب على الارض واما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ الى الاخرين وبقى يسوع وحده والمراه واقفه في الوسط فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحد سوى المرأة قال لها يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك أما ذلك أحد فقالت لا أحد يا سيد فقال لها يسوع ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئي أيضا <applause> طيب زي ما تعودنا يوسف تقدم لنا ملخص لأربع حلقات اللي فاتوا اه في الحلقه الأولى تكلمنا عن تعلق إن الشعب بالمسيح <applause> وجبنا شواهد بالذات من انجيل لوقا من اول لوقا 12 و19 و20 و21 واتكلمنا عن الكتبه والفريسيين ان هم جايين بهذه المرأة قلنا الكتبه ده الذكر الوحيد ليهم في انجيل يوحنا على طول انجيل يوحنا الحلقه الثانيه اتكلمنا عن ازاي كانوا بيدبروا من خلال المراه دي بالايقاع بالمسيح يعني كان هدفهم انه يوقعوا المسيح وقلنا اللي انحنى على الارض وكتب ايه اللي كتبه على الارض بعديها كلمنا عن اشهر جمله قالها المسيح وصارت مضرب في كل العالم لفكره الدينونه من منكم بلا خطيئه يعني فليرميها اولا بحجر واتكلمنا عن يعني ايه الضمير وايه التبكيت ويعني ايه خذ فكره الحجاره اللي كانت موجوده في الوقت ده لكن دي الحاجات الاساسيه اللي احنا اتكلمنا عنها طيب إيه قبل ما ها يعني هنرجع للموقف بتاع بقي يسوع وحده والمراه في الوسط عايز آه. اعرف فين نلاقي حجاره في او احجار في آه. الاناجيل شوفي كلمه حجر بالمفرد كتير يعني في حجر القبر وفي حجر الزاويه لكن كلمه احجار آه. لم ترد الا مره واحده في متى ومره واحده في مرقص ومره واحده في لوقا وثلاث مرات في يوحنا دي واحده منهم في يوحنا لكن المره اللي في مثلا انه قادر ان يقيم من هذه الحجاره اولاد لابراهيم بس دي كان كلمات يوحنا المعمدان للفريسيين والكتبه انه قادر ان يقيم من هذه الحجاره اولاد لابراهيم في مرقس بيتكلم عن مجنون كرة الجدريين ازاي كان بياخد حجاره ويجرح نفسه بيها مرقس 5 5 وفي لوقا 19 40 كلام بقى المسيح مش كلام يوحنا آه ان سكت هؤلاء فالحجاره تصرخ مش آه بس تتكلم فالحجاره فانت عندك فكرة الحجاره مره واحده في متى مره واحده في مرقس مره واحده في لكن ثلاث مرات في هذا الانجيل اول حلو. مره في حلو. 8 هنا ودي كويس ان احنا جبناها ومره اللي هي في اخر عدد 8-58 آه 59 فرفعوا الحجاره ليرجموه ليرجموا مين الرب يسوع بعديها على طول موجوده في 10 31 10 31 فتناول اليهود ايضا حجاره حجر. ليرجموه. مم. في سبع محاولات قتل قتل مباشر للمسيح في انجيل يوحنا. منهم اثنين بالرجم. بالحجاره. بالرجم هم دول مم. اللي هي موجوده في 8 59 واللي في 10 31 وهذه المراه كانت ينبغي ان ترجم ومش هترجم والمسيح سيصلب يعني حتى الحجاره اللي موجوده هنا دي مش, مش هترجم. اه مش هت طيب إيه احنا وصلنا للجزء اللي كان فيه المسيح بقى يسوع وحده والمراه في الوسط آه. إيه يعني هل هي كانت في, الو... في وسط في الوسط مم. في طول المشهد اه وما اتحركتش آه. انت متخيله احنا موجودين في ما يسمى ساحه النساء مم. وهي الاكبر على الاطلاق في ساحه الهيكل وكل الناس بيجوا يتعلموا في الساحه دي فكل الناس اللي متعلقه بالمسيح جموع الشعب يقولي كتاب في, في هنا جاء جميع الشعب هي مش جميع الشعب هي جموع الشعب يعني جموع غفيره من الشعب كل ه هؤلاء الجموع الغفيره كانت تنظر المشهد من اوله لاخره يعني موجوده والست دي مش واقفه في الوسط متسمره يعني لم تتحرك قيد الملة يعني ما, ما تحركش ابدا ليه؟ هي قاعده مستنيه اول حجر هي كانت متاكده مم. مليون المية انها مش هتخرج ابدا سليمه, وميتها وميتها وميته وميته مم. فهي هي منتظره بس اول حجر يعني ما فيش امل ان اي حد ينجيها او يخلصها من الموقف ده فهي مرعوبه مم. منتهى الخوف منتهى الذل منتهى الضعف ومنتظره بقى وانا دايما عايز المشاهدين يضعوا نفسهم مكان الست دي ليه ليه بقول كده لان كلنا مكان الست دي كلنا عندنا الحالات اللي, اللي, اللي محتاجه الرجم يعني دي خطوية. ولو اتفضحنا هنتعرف والرب هو اللي بيخلص وهو اللي بينجي وهو اللي بيستر علينا خطيتنا عشان ما نتفضحش لكن هو هنا قدر يحامي عنها قدر ينجيها من موت محقق هي ما كانش في ابدا فرصه خلاص ليها من المشهد ده الفريسيين والكتبه كانوا متاكدين يقينا انه حتى لو هو ما هم هينفذوا يعني هو هو بس حطوهم في بالاجابه بتاعته دي في موقف ما عرفوش يطلعوا منه الا ان هم يبقوا زي ما قلت لك تحولوا من قضاء الى متهمين, متهمين في, في لحظه ما كانوش متخيلين أنه في يوم من الايام يخرجوا مبتدئين بالشيوخ بالقامات الكبيره فهو مشهد غريب طبعا وخروج الشيوخ شجع الناس الباقيه تطلع ما خلاص يعني. لما الناس الكبيره بتاعت <applause> القاده بتوعي خرجوا يبقى <applause> لا انا بالاولى بقى يعني <applause> انا ايه اللي قعدني خاصة بقول لك المسيح اللي كتبه غالبا كان فاضح انا يعني ما اعرفش بالظبط لكن كان واضح قوي انه بكتهم حاجة بقيت بقيت بكت ضمايرهم بالظبط طيب إيه انا يعني انا عايزه كده اتخيل وزي مم. ما كنت بتقول ان احنا نحط مكاننا نحط نفسنا مكان المراه مم. اللي امسكت في ذات الفعل دي نتخيل موقف المراه وهي في النص كده وكل الناس بيدينوا فيها مم. قبل ما المسيح يتكلم اقول لك انا اولا لازم نعرف الفرق بينها وبين المرأة الخاطئة اللي موجودة في لقاء سبعة. مم. احنا خدنا لقى سبعة قبل كده. اه. طيب فلقى سبعة في بيت سمعان هي المرأة دي حاجة. اه المرأة دي دي شغلانتها. مم. يعني شغلانتها هي إنها بتقدم أجسادها للرجال فكانت معروفة في كل القرية يعني أول ما دخلت بيت سمعان ما حدش قبض عليها وحاول يعني يرجمها. هي دي, شو هي دي, دي شغلانتها مم. وهي لم تتزوج. مم. المشكلة دي ست متجوزة. وفتحتها كبيرة مم. سواء من جوزها من عيلة جوزها من أهلها من يعني لو مش من فريسين والكتبة مم. يبقى من المجتمع كله وما فيش أمل في نجاتها فعلا مم. أبدا يعني يعني كيف تنجو مم. فأنا اللي بقوله هي دايما كانت مستنية بس لحظة موتها عشان كده خلي بالك أنت طول المشهد هي اتكلمت كلمة لا خالص. ولا كلمة مم. ده هي هتقول كلمتين لما, لما هترد عليه يعني بعد آه ما الناس مشي بعد ما نس... ولما المسيح كلمها او لما المسيح إيه ما كلمها كانش عندها وجه انها ترفعه انها تتحدث عن نفسها او تكلم حد او تشوف حد اصلا وان يشوفها خجلانه من عملتها يعني جدا طبعاً. جدا لانها مقره بيها مم. هي ثانية بكل معنى الكلمه يعني ومسكت في ذات الفعل بكل معنى الكلمه مفيش حد تبلى عليها لكن زي ما قلت لك هي الوضع بتاعها مش زي الثانيه سوري الخاطئه دي بجحه مم. مم. <applause> دي بتعامل مع كل رجال القريه وكل الستات القريه يعرفوها دي دي شغلانتها فهي خاطئه بالمعنى ده ومش متزوجه ومفيش حد مسؤول عنها لكن ويهوديه على فكره لكن هذه المراه بقى لا هذه المراه متزوجه زي ما قلت لازم تكون متزوجه لان مش متزوجه كان هيبقى في حل تاني يعني زي ما شفنا في تسنيه بالظبط فهي م. دي الفكره ان هي كانت لا كانت تعبانه 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 مقهوره مقهوره للغايه أنا اللي بشجع فيه مشاهدينا في كل مرة أنت في مشهد حاول تتأمل في الوجوه مم. يعني وجه المرأة دي و و و و وتشوف شكل المسرح اللي أنت فيه لما نتكلم عن ساحة ال أو فناء النساء ادخل وشوف تفاسير إيه أبعاده و وحاول تتخيل المشهد الحقيقي اللي كان فيه المسيح وكان فيه هذه المرأة وكان فيه التلاميذ وكان فيه والكتب والكتبة وكان فيه جموع الشعب فتتخيل المشهد ده قد إيه مفجع على امرأة مم. بهذا الضعف بهذا الذل وكل العيون دي عليها وكل الناس دي جايه ضدها في عدا المسيح بصراحه يعني ما اقدرش حتى احط تلميذ من تلاميذ المسيح جنبه هو المسيح وحده اللي وقف مدافع عنها ما ده اللي احنا بنحاول الناس ان هي تعمله من خلال البرنامج على فكره آه احنا آه. بنعيش وبنحس بكل بنحط نفسنا مكان كل شخص في في الموقف اه يعني انا متخيله ان هي في في مشاعرها في في النص والناس والناس حواليها كده انا يعني بتخيل ان هي دايره مليانه أيوة. ناس كده هي كده وهي في النص وكل الناس بتبص عليها فهي طبعا مش هتقدر ترفع عينها في حد وخايفه مرعوبه كده خالص خالص, وخالص خالص. سلمت م. سلمت م. بان هي نهايتها خلاص م. بتيجي بس أنا عايزة برضه أتخيل مشاعرها آه. وإحساسها إن الرجلين اللي م. هي شايفاهم وهي باصة في الأرض بتروح بتروح بتمشي آه آه آه. قبل ما المسيح برضو يتكلم آه 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 مش فاهمة هي مش مصدقة مش مصدقة إن القامات دي تمشي القامات الكبيرة آه دي. عندها عندها خطايا و الـ الـ لا وإنها يعني يعني في شخص قادر يفضحها وقادر يكشفها وقادر يبين آه. يعني حقيقتها قدام المجتمع بتاعها ده أصعب حاجة ان الناس اللي ليهم قامات روحيه يعني بدل ما ياخدوها ويعرفوا ايه مشكلة بس هو فضحهم المسيح وخلاهم فعلا يعني كلهم يتحركوا فانا في رايي هي غير مصدقه او انا غير مصدقه انها حيه وانها وحدها مع المسيح بس يعني ان ما فيش يعني هي لا تصدق ما تراه من حولها ان يعني ما فيش بني ادم فهو لما سالها قالت له لا احد يا سيد التعبير ده الجمله دي لازم نقراها في وجهها قبل ما. كلمتها لا ما تكروتنيش <applause> يعني هنطلع فاصل ونرجع نركز بقى في الجمله دي <تصفيق> 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 اوكي نطلع فاصل صغير ونرجع شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج ان كان لديك اي سؤال او استفسار او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714709 4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info at كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على BO Box 3610 Seal Beach, California 90740. يوسف قبل الفاصل كنا بنوصف مشاعر المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل والناس حواليها ومشاعرها قبل ما المسيح يتكلم ومشاعرها لما ابتدت تلاقي الرجلين بتمشي من يعني حواليها أنا عايزة بقى أقرأ السؤال طبعي. الرب يسوع ليها قال لها يا امرأة فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحد سوى المرأة قال لها يا امراه اين هم اولئك المشتكون عليك؟ اما بانك احد؟ يعني هو انتصب لأنه كان منحني وبيكتب على الارض زي بالضبط. ما احنا بالضبط. قلنا فهو بص كده قام بص طيب. ما لقاش حد فبيسالها تمام رغم أنه هو بص لقى الناس مشيت آه. طب ليه بيسالها؟ لان هي مش هي هو بي... يعني كانه بيقول لها خلي بالك الموقف اتغير ارفع وجهك أه. شوفي الواقع شوفي الحقيقه دلوقتي يعني المسيح نفسه لما رفع نظره ما لقاش حد هي دي لسه مش رافعه نظرها لسه, لسه مش عارفه الواقع مش عارفه ايه اللي هيحصل هي آه هي مش متخيله وخلي بالك لو انت مكانها عمرك ما هتتخيلي <applause> إن, ان سلطان طلعت سليمه من <applause> ده حد يقدر عليه حد يقدر يكسر السلطان ده حد يقدر يقف قصاد المجري ده دول جايين يتهسوها وجايين بحجاره في ايديهم على اساس ان كل واحد بقى حجر على اساس انه خلاص الموضوع منتهي <applause> يعني هم مش بيستفتوه هم بيحاولوا يوقعوه لكن في النهاية القرار أو ال... هم بيقولوا له موسى أوصانا إن مثل هذه ترجم وإحنا جايين بالحجارة عشان نرجمها بس مش, مش أكتر أنت بقى إذا تقول بقى فهي هي نفسها كانت طول المشهد ده عينيها في الأرض حتى لو حاسة إن في ناس ماشية مش متأكدة إن كله مشي كله مشي أه هو أو مش متأكدة إن هم خلاص ابوها آه يعني ممكن يكونوا في المسيح بس <applause> يعني هي بصت هو قال لها اما دانك احد هي التفتت حواليها طبعا بصت حواليها ما لقتش قالت لا احد يا سيد بس كانت مستنيه هو بقى يعمل حاجه وهو المعلم هنيجي آه. فيها بس انا عايزه يعني اتخيل او مش هتخيل كان في حد عامل كليب للموقف ده عجبني جدا ايه بقى كل واحد ماسك حجاره عشان يرجم الست دي وكان ماسك حجاره يدين بيها الست دي طبعاً. بس بعد جمله الرب يسوع كل واحد رمى حجرته في الارض مية في مية. ومشي وكان صح. السلاح الادانه اللي في ايده راح هو مش من حقه ان هو يكون ماسكه اساسا 100% فرماه ومشي لأنه هو برضه آه نفس في نفس مستوى المراه بالظبط كده ده حقيقي طيب آه فقال لها يا امراه اين هم اولئك المشتكون عليك أما كأحد احد قالت لا احد يا سيد, يا سيد. ما هي حريه كامله بقى مم. هي مش مصدقه نفسها بس هي مستنيه طب هي هو هيقول ايه فهمت ايوه فهمت سؤال المسيح ده او يعني كانت تتوقع ان هو هيقول لها امشي خلاص لا ما هو ممكن هو اللي يدينها امم بالظبط يعني هي لسه مستنيه لسه ان حد يدينها مستنيه لان هو هو هي هي يعني من كتر قوته ومن كتر سلطانه وانتصاره في المشهد ده هي مستنيه هو هيقول ايه ما تقدرش تخرج غير لما هو يحررها عشان كده هو هيقول لها بقى طيب ما هو بعد كده فقال لها يسوع ولا انا ادينك اذهبي ولا تخطئي هو اخر واحد المشهد بس هو هل هي شايفه ان هو كان عنده السلطان ان هو من حق ان هو السلطان ان هو يدين او لا يدين؟ اه لا هي مش شايفه في سلطان هي شايفه النتيجه هي شايفه الواقع اللي هي بقت فيه مش مهم مين اللي عنده السلطان المشكله ما فيش حد من اللي كان عنده السلطان ادانها وما فيش حد رجمها كويس فهي دلوقتي بقت لوحدها في المشهد بس ما زالت لسه ضعيفه لأنها لم تتحرر على الأقل من الرب يسوع لسه إذا كان هيدينها ولا مش هيدينها هو يقدر يدينها يعني شوف صح 8 نرجع له بردك تاني معلش ماشي أنا معاك صح 8 يوحنا 8 يوحنا آه. 8 عدد 15 نفس المشهد تقريبا يعني أنتم, انتم حسب الجسد تدينون. تدينون اما انا فلست ادين احد طيب يعني, يعني هو, هو جاي للخلاص هو جاي لخلاص الانسان ده المسيح اه طبعا لكن الله يعني, هل يعني هو هيكون في ادانه للخليقه وللقطاع اه, وال... آه في في يوم الايام بس مش دلوقتي آه دلوقتي لكن... عندها فرصه توبه ورجوع معش كده شوف العباره بتاعته ايه مم. مش لا انا لا ادينك ارجعي لا. سيرتك يرجع تاني لخطيتك ولا تخطي ما أيضاً. انت شايفه كل الناس زيك يعني يعني ما قالهاش بس بالعكس المسيح كان واضح قالها ولا تعيد يعني في رساله يعني بس. هم مرجعها برساله لبيتها مش مش قايلها انت حره بررها يعني يعني خلصها من خطيتها زمان واللي جاي وال يعني اه بس قالها اه بالظبط آه. ما ترجعيش تاني لخطيتي وكانه يعني حررها بمعنى ما, ما ده التحرير الحقيقي بقى اه يعني ده بدل ما يدين وبدل ما يرجم المسيح بيعالج وبيخلص وبيحرر ده ده المسيح جاء لاجل هذا مش عشان يدين ابن الانسان في يوم للدينونه بس مش دلوقتي دلوقتي فرصه توبه ان يعني الناس تتقابل هل دلوقتي دلوقتي في زمن موجود المسيح على الارض ولا دلوقتي احنا, دلوقتي. احنا طول ما احنا على في الارض طول ما احنا في الارض لغايه اخر لحظه في نفسنا على الارض في اخر لحظه ان شاء الله على سير مرض او موت مم. في لغايه اخر لحظه دايما في فرصه توبه لكن طبعا انا اللي بقوله هنا ده النقطه المهمه يعني مم. قديس اغسطينوس بيتكلم وهو بيشرح المشهد ده بيقول ايه؟ مم. لقد تقابلت المراحم العظمى مع تعاسه الانسان العظمى في هذا المشهد ش... يعني شخصيه تعيسه ومذلوله ومقهوره مم. كويس ومهزومه جواها اتقابلت مع مراحم عظمى احتضنتها طبطبت عليها قومتها كويس رجعتها تاني لمجتمعها وهي شافت قصادها قصاد عينيها ان الجميع زغوا وفسدوا ليس من يعمل صح عشان نعم. ما تشعرش هي ان انها راجعه المجتمع الفضيله او مم. للناس الابرار لكن هو قال لها برس رجعها برساله لا تعيدي تعودي تقطيع, تقطيع إيه بس هي دي واضحه عشان كده انا بقول كلمات المسيح هنا لا تشجع على فعل الشر بل تشجع على ترك الشر يعني وإن ال... قدامها اتولد قدامها فرصة حياة جديدة بالظبط وما بتعلمناش أو مش بتقول لها اقبلي الخطية بل... بس كو... يعني بتعلمنا ازاي نقدر ننصح الخاطي ازاي نوجهه التوجيه الصحيح اللي ما دينونة بس في تشجيع ما ترجعيش تاني للطريق إيه. ده ما ترجعيش تاني للطريق ده أنت عرفتي مصيرك إيه يعني أو نهايته إيه فما ترجعيش تاني ارجعي يعني جاي بقى بإخلاصك لزوجك لحياتك لأولادك وهكذا فهي لكن الرب نفسه كان في ايديه طبعا يدين الوحيد اللي في إيديه انه طب تفتكر ايه رسالة المسيح لنا في الموقف ده وال... وال... ورد فعله للمرأة أول حاجة عندي أنا إن هو وحده صاحب السلطان هو وحده صاحب السلطان وهو وحده صاحب الحنان يعني مش حد بيتحنن علينا وأنا قلت قبل كده مش عارف هكررها تاني إن كلمة حنان او تحنن. تحنن لم تاتي في العهد الجديد كله في ال27 سفر الا في الاناجيل الثلاثه الاولى وجات 12 مره وكلها مرتبطه بالمسيح لم تاتي مرتبطه ببولس ولا بيعوب ولا بطرس ولا باي حد في سفر الاعمال فقط بالمسيح وفي الثلاثه الاولى يعني لم تاتي حتى في انجيل يوحنا لكن هو صاحب السلطان وصاحب التحننات هو الوحيد اللي بيقدر يعني يرثي ضعفاتنا إذا هو كان مجرب فهو لكن كمان ما احنا كنا مجربين بس هو زي ما قال انا لم اتي لادين هو جاي عشان يخلص كل مره بيخبط بابنا سواء احنا جوه كنيسه او في ظرف صعب بنمر كل مره بيخبط بابنا باب قلبنا هو جاي عشان خلاص مش جاي عشان دينونه اول ما تسمع صوت دينونه ده دا ابليس اللي بيحاول يعني يعولك هم ان ازاي ربنا هيقبلك وانت كده والكنيسه آه هتقبلك ازاي وانت كده ما انت اتشفت خلاص وفي ناس بتوصل للأسف طبعا انا في رايي انا بياخدوا دور ابليس لكن المسيح مش عايز كده عايز يحتوي يحب بالمحبه اه وع وعايز يحتضن وعايز يطبطب على الناس دي التعبانه مقهوره من الخطيه تعيسه جدا هو في اتعس من كده وهي دي اللي بتعملوا فينا الخطيه كلنا بي يعني بلا وهو وحده بقى اللي بيقول لنا انت انا لوحدي الملجا والحصن ولا اي رجل من رجال الدين ولا اي اسم مهما كان شهرته ولا بولس الرسول ولا ابراهيم ولا موسى ولا ايليا هو وحده الملجا والحصن لينا وهو لوحده الملجا والحصن للست دي ما فيش حد تاني كان يقدر يحميها الامر ده وهو وحده اللي ليه السلطان يحررنا من الخطيه من سلطان الخطيه اللي عمله في الصليب بيحررني انا من سلطان الخطيه وبيحولني انا من ان يكون يعني يعني اكون من ابناء الظلمه لملكوت ابن محبته بينقلني نقله تانية خالص بس وادرك كمان ان انا مش احسن من الشخص اللي بيخطئ وعنده ضعف ودي اهم حاجه يعني ان انا عندي برضو اخطاء وعندي ضعفات زي زي اي حد تاني بيغلط وبيخطئ ما هي النقطه دي هو كسرها م. في الفريسين بزرط. وفي الكتبه واحنا لو دي قدام عينينا عمرنا ما هيجي في وقت الدين لان احنا مش هنحس بان احنا احسن من حد مستحيل نحس كده اي حد بيحس كده يبقى هو مش قادر يعني يكون قريب من ربنا قرب حقيقي لانه ربنا بيكشف لي حقيقتي بيكشف هو مرايتي هو بيقول انت ضعيف انت ترثي لضعفات الاخرين انت تشعر بالناس وهكذا شكرا لك شكرا لك يا يوسف جدا على الموقف الرائع ده اللي خلتنا نعيش كده ونتخيل <applause> يعني ازاي آه المراه كانت آه مشاعرها وكان احساسها وكمان الرب يسوع وال... والناس اللي آه شافوا خطياء... خ... الخطايا بتاعتهم وانسحبوا م. فانا بشكرك جدا ان انت بتساعدنا ان احنا نعمل كده فعلا أمين. شكرا لك ربنا يباركك في نهايه حلقتنا يعني مهم جدا ان احنا نعرف الحاجات اللي ذكرها يوسف ان احنا نكون الجميع ندرك ان الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله. ليس من يعمل صراحة ليس ولا واحد ان احنا نكون عارفين ان احنا تحت بعض الحاجه الثانيه المهم ان احنا بدل ما احنا نروح نبكت وندين ونوبخ لا احنا نحب وناخد بايد الشخص ان هو يكون بيتغلب على ضعفه وان احنا نكون سبب في حياته ان هو يكون بيتغير ويكون احسن ويكون يبطل خطية زي ما بالظبط عمل الرب يسوع في الموقف ده اشكركم اعزائي المشاهدين في نهايه حلقتنا والى اللقاء في حلقه جديده ومواقف مع المسيح أمين.